في بداية أشغال هذا المجلس الذي يصادف اليوم الأول من شهر رمضان الفضيل أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء الحكومة إلى جلالة الملك نصر الله والأسرة الملكية الكريمة وإلى عموم الشعب المغربي بأحر التهاني وأطيب التمنيات سائنا لله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يعيد هذا الشهر المبارك على بلادنا بالخير واليمن والبركات وأن يحقق للشعب المغربي بقيادة جلالته المزيد من التقدم والازدهار. أدعو الله العلي القدير أن يكون هذا الشهر الفضيل طالع خير علينا وعلى سائر أمتنا العربية والإسلامية وأن يعيد أمثاله علينا باليمن والبركات. كما أغتنم هذه الفرصة لأؤكد أن تموين الأسواق يتم ولله الحمد في ظروف مستقرة حيث اتخذت الحكومة كل التدابير اللازمة لتعزيز العرض والمخزون من المنتجات الأساسية ولضمان التموين العادي للأسواق خلال شهر رمضان الحمد لله احنا كنشوفوا هذا الصباح يعني في الدار البيضاء السردين كان خمسة درهم في سوق ديال الجملة ولا خمسة درهم وخمسين وهذا الصباح كذلك الطماطم الحمد لله ولات متواجده بوفرة في اسواق الانتاج بعد التراجع الكبير اللي عافته يعني الاسبوع الماضي ما كانت بزاف ديال لا ولكن الحمد لله ابتداء من الان لا برودكسيون طلعت وكذلك اسعار اللحوم كتبقى مستقره مع تواتر عمليه استيراد الابقار لتزويد السوق الوطنيه وهي فرصه كذلك لادعوكم مجددا سيدات والساده الوزراء سيد وزير الداخليه وزير الفلاحه وزير الصيد البحري وزير الصناعه والسيده وزيره الماليه بالتعبئه الشامله للمصالح التابعه لكم للحفاظ على استقرار مختلف المواد الاستهلاكيه وخاصه منها المصنعه و السيدات والساده الوزراء بالتتبع اليومي للاسواق في هذا الشهر المبارك وبتشديد الرقابه والمراقبه والتعامل بالصرامه اللازمه مع المتلاعبين والمضاربين. وبهذا نستهل اشغال ديال هذا الاجتماع ديالنا ونفتتحه بعرض السيد وزير العدل حول مضامن الخطه الوطنيه لمكافحه الاتجار بالبشر والوقايه منه 2023 2030 واليه احاطه ضحايا جرائم الاتجاب البشر شكرا تفضل الوزير <applause> اشتركوا معنا في قناه طنجه 24 ضغطوا على جيم وما تنساوش تفعلوا الجرس